الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله، قال: باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد أن تكلم عن الصدقة والحث عليها وفضل الغني الشاكر، وهذا لا شك أنه فقه من هذا العالم الجليل، وذلك لأنه موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الصدقة ذكر معها الموت، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فالمصنف رحمه الله تعالى إما أنه ذكر ذلك توافقا مع كتاب الله سبحانه وتعالى من غير قصد منه، وهذا من بركة العلم، وإما أنه فعل ذلك قصدا، وهذا هو الظاهر، وهذا يدل على فقهه رحمه الله، وذلك لأنه ذكر هذه الآية في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه ما يقرن بين الصدقة وبين الموت واليوم الآخر والنار، وكذلك في السنة، وكل ذلك يدل على أن هذه الصدقة من أعظم الأسباب التي تنجي من كرب الموت ومن كرب يوم القيامة، تنجي من نار جهنم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك هذا الباب بعد ذكر الأبواب السابقة في الصدقة والنفقة وفضل الغني الشاكر دليل على فقهه رحمه الله تعالى. قال: باب ذكر الموت وقصر الأمل. والمراد بقصر الأمل هو الأمل الذي يكون في الأمور الدنيوية، لأن الدنيا أمالها كثيرة ورغباتها لا تتوقف، والإنسان ينقضي عمره ولا تنقضي رغباته في هذه الحياة الدنيا. أما الأمل في رفع الدرجات والأجور المضاعفات في جنات النعيم، لا شك أن هذا من أعظم المطالب ومن أعظم المقاصد التي من أجلها خلق الإنسان. أما أمور الدنيا فإن الإنسان عليه بالاقتصاد، وعليه ألا يعظم الرغبات فيها، وإنما يأخذ منها ما يعينه على طاعة الله وما يقربه من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في قصة قارون، قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا هو الأصل، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالأصل العيش للآخرة والأخذ من الدنيا ما يكفي، ولكن كثيرا من الناس عكسوا الأمر فجعلوا الأمر للدنيا، وصار القائل يقول لهم: لا تنس نصيبك من الآخرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله آيات كثيرة في هذا الباب، والآيات أكثر مما ذكر، ولكنه ذكر طرفا من هذه الآيات، فقال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية آية عظيمة، يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن كل نفس منفوسة وكل روح مخلوقة لا بد لها أن تموت، من الإنس ومن الجن ومن كل المخلوقات، وذلك لأن الله عز وجل يأمر نافخ الصور فينفخ فيفزع الناس، ثم بعد ذلك يموتون، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ نفخة الصعق ويكون قبلها الفزع، فالناس كلهم يموتون، لا يبقى على الدنيا أحد،
ثم بعد ذلك يؤمر بنفخ النفخة الثانية ثم يقوم الناس. فكل النفوس لا بد أن تموت إلا سبحانه وتعالى، فإنه قال عز ذكره: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على الدنيا لا بد أن يموت، كل نفس، وهذا يشمل جميع المخلوقات، كل نفس ذائقة الموت. وانظر في هذا اللفظ قال ذائقة، وذلك لأن للموت مذاقا، وهذا المذاق مر، ولكن الله عز وجل يهون على المسلم، وذلك لأن المسلم إذا جاءته السكرات جاءته الملائكة تبشره برضوان الله عز وجل، فيخفف عنه ذلك ما يجد من الموت، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت الموت والاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل يهون على المؤمن عند نزول السكرات، مع أن لها مذاقا ولها مرارة، يهون على المؤمن، فإذا بشر المؤمن برضوان الله عز وجل كان أحب ما يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فكل نفس ذائقة الموت، ثم قالوا: إنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأجور يوفاها العبد في الدنيا ويوفاها في الآخرة، ولكن وفاء الآخرة أعظم، وفاء تام لا نقص فيه أبدا من وجه من الوجوه، ولذلك خص الله عز وجل يوم القيامة لأن فيها الوفاء الكامل، وفيها ظهور فضل الله وعدل الله عز وجل. فمن عمل الصالحات وجد خيرا، ومن عمل السيئات فلا يلومن إلا نفسه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ثم بين الفوز العظيم والفوز الحقيقي الذي هو الواجب علينا أن نسعى في تحقيقه. ليس الفوز أن تفوز بأمور الدنيا، ولكن الفوز، كل الفوز، أن تفوز بما ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أعظم مرهوب وأدخل الجنة وهو أعظم مرغوب فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا كلها، ليس حياتك أنت فقط وعمرك أنت، بل الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلها متاع الغرور، متاع زائل، ولذلك سماها الله عز وجل متاع الغرور، لأنها تغر العبد وتضيعه إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة. دنيا حلوة وخضرة، من أقبل عليها أهلكته، ولكن من تعامل معها وفق الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله وأخذ منها الحظ الذي يعينه على طاعة الله، فإنها تكون أعظم زاد، تكون أعظم زاد له عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والقلوب المؤمنة تزجرها هذه الآية وتقربها إلى الله عز وجل، وذلك لأن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن كل نفس لا تدري أين تموت، ولا تدري متى تموت، ولا تدري كيف تموت، فأنت أجلك مغيب، ومكان موتك مغيب، والطريقة التي ستموت عليها مغيبة، ولكن الأجال محدودة ومعدودة. فهذه الآية أعظم ما يزجر النفوس، وأعظم ما يحض النفوس، هي زاجرة وأيضا حاضة وحاثة، تزجرك عن معاصي والسيئات، وتحثك على القربات والطاعات. إنسان إذا كان لا يعلم متى يموت ولا يعرف كيف يموت فليستعد، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ما تدري متى يأتي عليك الموت، فلذلك لا بد أن تستعد. ما أخفى الله عز وجل موعد الموت إلا من أجل أن نعمل ونستعد، لأن الإنسان لو علم متى سيموت فإنه سيجتهد قبل أن يموت، ولكن أراد الله عز وجل بنا خيرا فأخفى عنا موعد الموت حتى نجتهد في حياتنا كلها. ولا بد لمسلم يقع في التقصير، ولكن إذا قصر يعود ويستغفر وينيب، والله عز وجل يحب التائبين،
الأوابين الراجعين إليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في هذه الآية يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم، الذي حدده الله عز وجل، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، محدد، ما يستطيع أي إنسان أن يهرب منه. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولذلك تجد من أقدار الله سبحانه وتعالى أن رجلا يريد أن يخرج إلى مكان، وكان من عادته أن يخرج على هذا الطريق، فيخرج في ذلك اليوم على الطريق الآخر فيموت فيه. لو تأخر دقيقة ما مات، ولو تقدم دقيقة ما مات، ولكن هو الأجل مكتوب ومحتوم، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن الأولاد والأموال سبب للهو وسبب للغفلة، ولكن المسلم الكيس الفطن من كانت أمواله ومن كانت أولاده سبباً في طاعته لله ورفع ورفعة درجته عند مولاه، كيف ذلك؟ بأن يستعمل هذا المال في طاعة الله، وبأن يربي أولاده تربية صحيحة، بأن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن منكر، فهذا مما يزيد المرء عند الله عز وجل رفعة عند ربه سبحانه. ولكن من ألهاه المال وألهته الأولاد عن ذكر الله فإنه خاسر، وإن كثرت أرباحه وإن كثرت أمواله وإن كانت أرصدته لا تحملها البنوك فهو خاسر. الله عز وجل سماه خاسرا، فأولئك هم الخاسرون ما عندهم أموال، لأن المسألة ليست مسألة مال، الربح هو ربح القلوب، ربح الطاعات، ربح الأجور المضاعفات. ولذلك مر علينا في الحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور. الأجور ما هي أجور دنيا، أجور ماذا؟ أجور الآخرة، الدرجات الرفيعة والمقامات السامية عند ربنا سبحانه وتعالى. أما الفقر فهو فقر القلب وإن كثر المال. والله عز وجل سمى صاحب المال خاسرا إذا ألهاه عن ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم انظر إلى الآية العظيمة بعدها، فقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم، مر علينا كثيرا هذا الكلام، أن النفقة لها شأن عظيم، الصدقة لها شأن عظيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. هل يريد أن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا من أجل أن يلعب، من أجل أن يدخل في منافسات الدنيا؟ لا والله. قال: فأصدق. إذن الصدقة لها شأن عظيم عند الله عز وجل. في الآية التي في سورة المؤمنون ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: فأعمل صالحا. هنا قال الصدق، والصدقة من العمل الصالح، ولكن نص على الصدقة بالخصوص لما فيها من الأجر العظيم خصوصا. فالصدقة سبب لتفريج الكرب، كرب الموت، كرب القيامة، كرب الدنيا، الصدقة لها شأن عظيم عند الله. فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل كتب كتابا أن من مات لا يرجع إلى هذه الحياة الدنيا أبدا، ولكن على المسلم أن يستعد لتلك اللحظات وتلك الساعات بالأعمال المضاعفات. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على كل خير، وجنبنا كل شر، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.